اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي بنكون كلمة من ثلاث مقاطع زي ذا راعى زي و ذا نا، ولو لاحظنا ان الحروف مش يعني منفصلة، يعني الزين لوحدها، الره لوحدها، العين لوحدها. هنشوف بقى ازاي الحروف بتندمج مع بعض وبتتصل ببعض في كلمات اخرى. بدر، فين سا؟ لا يا بدر، سا. شاطر، يلا هنعمل السين. بص هنطولها شوية عشان تعرف تاخد معاك وتدي يا بدر. يلا اعمل سين. جميلة، حلوة قوي يا بدر، برافو عليك. يلا يا بدر هات آ. شاطر، يلا اعملها لي بالصلصال. ممتاز، جميل يا بدر. فين لا؟ شاطر، يلا اعملها لي. شاطر، قول معايا سا لا. علي صوتك يا بدر. لا، سا لا. برافو عليك، سأل يعني أسأل سؤال. طيب ينفع السين تبقى لوحدها؟ السين لوحدها؟ لا، لازم السين تبقى جنب الألف. يلا دخل السين على الألف. برافو عليك، قول بقى كده معايا. ها؟ سأل، سأل. بنحط قدام السؤال إيه؟ علامة استفهام. تعرف تعمل علامة استفهام؟ يلا اعمل لي علامة استفهام. علامة استفهام سؤال. تعرف؟ اهي. سأل سؤال، يلا اعملها انت. يلا برافو عليك، سقف نفسك يا بدر، تحية كبيرة. ممكن سألة اهي، ممكن اشيل السين ها والهمزة دي واحط مثلا القاف تبقى قامة، ممكن اشيل القاف واحط نون تبقى نامة، واشيل اللام والعب في الحروف بالطريقة دي واشوف ايه الحرف اللي ينفع يشبك في الحرف اللي بعديه وايه الحرف اللي ما ينفعش، وبالطريقة دي يكون الطفل يعرف ازاي يشبك الحروف مع بعض عشان تكون كلمة.